بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ايها الاخوه والاخوات نلتقي اليوم معكم في مقر حمله جاهد التي سبق التعريف بها في لقاءات عديده حمله جاهد لمحاربه التطرف والارهاب حمله توعويه تعبويه داعمه للجبهات انطلقت هذه الحملة كما ذكرنا في لقاءات سابقة وفائتة منذ بداية الحرب على الدواعش الخوارج في منطقة بوغرين ولا زالت الحملة وبفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل أهل الخير والإحسان الحملة مستمرة في دعم المجاهدين الذين يقاتلون في جبهات القتال بدعمهم بالتموين الموجود الذي ترونه امامكم في مقر حمله جاهد لمحاربه التطرف والارهاب منذ بدايه الحمله الى يومنا هذا لها ثلاثه اشهر على التوالي حمله جاهد تقف جنبا لجنب آه لمساندة التوار لمحاربه اولئك الخوارج خوارج العصر آه ما يعرف بتنظيم الدوله في سرت وتقدم لهم آه حسب الامكانيات والاحتياجات التي يحتاجها المقاتلون في الجبهات فهذا آه ما تقوم به الحمله من تموين ومواد غذائيه إيه الى الجبهات تقوم بتوفيرها اليهم وكل هذه الامكانيات وكل هذا التموين بفضل اهل الخير والاحسان جزاهم الله عنا كل خير فمازالت الحمله كما ترون امامكم آه تساهم كل يوم برفع آه مواد غذائيه من التموين من الزيت والمكرونه والطماطم وكل ما يحتاجه المقاتلون في جبهات القتال بقدر المستطاع وتحاول توفير احتياجاتهم بالاضافه الى ان هذه الحمله كما ذكرنا في لقاءات فائته انها آه تحاول توفير الاحتياجات للمقاتلين في حربهم ضد الدواعش دواع خوارج العصر تنظيم الدوله ففي الايام الفائتة فاذا حاولت الحمله بتوفير العديد من واقيات وخوذ قامت بتوفير ما يقرب الى الفين ويزيد عن الفين خوذه راس تقي من القناصه وتص... وتقي من الرصاص الذي قد يصيب الراس وقامت الحمله بفضل الله سبحانه وتعالى بتوفير العديد من الواقيات الرصاص والستر وهذه كما ترون امامكم هذه الدفعه الثالثه التي توفرها حمله جاهد وتقوم بتوزيعها على المقاتلين في الجبهات لكي تقيهم من رصاص القناصة ورصاص البكتيات بقدر المستطاع نحاول مساعدتهم وتوفيرهم فوزعنا فيما فات في في مده ماضيه مجموعه من الواقيات ما يقرب الى 150 ومجموعه الثانيه الثانيه كانت ايضا ما يقرب الى 100 واقي رصاص والان معنا مجموعه لا باس بها تصل الى ما يقرب الى 200 واقي رصاص باذن الله تعالى سنقوم اليوم بتوزيعها على الشباب في الجبهات يقومون باذن الله تعالى ارتدائها وتقيهم you <laughs> بحول الله وقوته من آه غدر آه اولئك آه الخوارج خوارج العصر كما اريد ان اذكر بان حمله جاهد كما ذكرنا منذ بدايتها تحاول بقدر المستطاع توفير ما تستطيع توفيره للمقاتلين في الجبهات من آه دعم لجستي من واقي رصاص وخود وتموين وماكل ومشرب آه في الجبهات باذن الله تعالى بعد ما تشهد مدينه سرت ستستمر الحمله حمله جاهد وهي مستمرة الآن وستست وستستمر بحول الله وقوته حتى بعد تحرير مدينة سرت سنساهم بإذن الله تعالى في مساعدة النازحين وعودة الحياة المدنية الطبيعية لأهالي مدينة سرت وبإذن الله سنساهم حتى يعود الأمن والاستقرار إلى مدينة سرت وتعود فيها الحياة الطبيعية وإحياء مؤسسات الدولة والمؤسسات الدولة المعروفه ويعود فيها يستتب فيها الامن والامان ويرجع الاهالي الى مساكنهم امنين فباذن الله تعالى كما هي الآن مستمرة الحملة حتى يتم تحرير سرت، سنستمر بحول الله وقوته في ستستمر الحملة في عودة الحياة المدنية داخل المدينة ومن خلال هذا المنبر الإعلامي ومن خلال هذا اللقاء أدعو أهل الخير والبر والإحسان إلى المساهمة معنا في هذه الحملة لأن كما ذكرت في بداية حديثي أن هذه الحملة تعتمد الاعتماد الكلي ودون استثناء علي تبرعات اهل الخير والاحسان فاوجه رساله الي اهل الخير والاحسان الي ان يساهموا معنا في هذه المعركه هي معركه كل الليبيين نامل منهم ان يساهموا وفي الحقيقه نشكر كل من ساهم وساعد بجهده او بكلمه حسنه او بامكانياته في انجاح هذه الحمله والمساهمه والمجاهده بماله او بنفسه او بوقته او بكلمته معنا في محاربه اولئك الخوارج خوارج العصر، فنامل من كل من يستمع الي الى ان حمله جاهد تطلب من كل أهل الخير والإحسان إلى أن يساهموا معنا في الدعم المادي بأموالهم بإمكانياتهم بكلمتهم بكل ما يستطيعون لإكمال هذه المعركة معركة كل الليبيين حتى يتم تحرير مدينة سرت وتحرير جميع ربوع ليبيا من من هذا المرض السرطاني الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتعافى منه البلد في أسرع وقت نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتق تقبل كل من ساهم معنا وان يجعل ما قدمه لنا في ميزان حسناته فنامل من الجميع ان يشاركوا معنا وان يساهموا في انجاح هذه الحمله وهذا جانب التموين كما ترونه أمامكم وكل يوم تخرج سيارة معبأة بالتموين وما يقرب إلى 1500 من الماء أيضا وأيضا ما يقرب إلى 500 أو 1000 ما بين 500 إلى 1000 كيس من الثلج يوميا بحسب الطلب وكما ترون هذا التموين الذي نقوم بتوزيعه للشباب في الجبهات وهذا بعض من الدعم اللوجستي الذي نحاول بقدر المستطاع أن نساهم مع شبابنا ببعض الاشياء مثل اواقيات الرصاص والخود وبعض الامكانيات الاخرى وهذه مجموعه الثالثه او الدفعه الثالثه التي نقوم باذن الله تعالى اليوم بتوزيعها على الشباب في الجبهات بحول الله سبحانه وتعالى سائلين الله سبحانه وتعالى ان يعجل بالنصر وان يجعل ليبيا وحده واحده مطمئنه معافاه باذن الله سبحانه وتعالى